التزمت أنا أتحدث بحقائق، ما أتحدث بوعود كثيرة. هذه الإصلاحات سيكون لها تبعات، ولكن سيرفع من كفاءة التشغيل في القطاع الخاص. سيتم إيداع مبالغ في هذه الحسابات لمساعدة المواطن. إذا ارتفع النفط بلا شك سوف يخلق داعم قوي ومحفز قوي، لأنه بيسهل عليك إجراءات كثيرة جدا، لكن الرؤية لا تحتاج أسعار نفط مرتفعة، نستطيع نتعامل مع أقل أسعار النفط. تبدأ القصة الحديثة للاقتصاد السعودي بعد أن تضاعف حجمه ليصبح من أكبر 20 اقتصاداً في العالم. هذا الاقتصاد يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولك أن تتخيل أن زخم الإنفاق السعودي على مشاريع البنية التحتية والتعليم بلغ 1,700,000,000,000 ريال خلال 10 سنوات. إلا أن عام 2016 لم يكن عاماً اعتيادياً للاقتصاد السعودي، فتركيبة هذا الاقتصاد التي ترتبط ارتباطاً قوياً بالبترول وضعته أمام مفترق طرق، بعد أن أدى تراجع أسعار البترول إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية. التحدي الأكبر كان في إيجاد علاج لإدمان هذا الاقتصاد على البترول، وهنا لجأت السعودية إلى تبني سياسة مالية قالت إنها تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق، وبدأت في تنفيذ برامج قالت إنها ستنوع مصادر الدخل وتحفز النمو الاقتصادي وتزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزز نمو القطاع الخاص. قياساً لتحديد قيمة العقد، في 22 ديسمبر 2016 أعلنت السعودية عن موازنتها الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله التوفيق لخدمة ديننا وبلادنا ومواطنينا. وهو إعلان تضمن تغييرا جذريا وصفه البعض بغير المعهود. الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها لمزيد من الشفافية، استمرار مرحلة كانت وزارة المالية تصدر فيها الكثير من التقارير، نتمنى من اليوم أن نضيف عليها بعض الإضافات لرفع مستوى الشفافية. وقد تكون هذه الشفافية نتيجة تحتمها ظروف المرحلة، حيث تحتدم الإصلاحات الاقتصادية القاسية وتكشف التقارير المعلنة نتيجة هذه الإصلاحات. تقول السعودية إن الإجراءات التي تم اتخاذها في 2016 وشملت ترشيد الإنفاق ودعم الإيرادات غير النفطية أدت إلى إنفاق دون المقدر للمرة الأولى منذ 10 سنوات وإيرادات كانت أعلى من المتوقع، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية نمواً بنحو 20% خلال عام و100% منذ 2012. وهذه الإجراءات ساهمت بخفض عجز الموازنة. العجز أقل بكثير مما كان الكثير يتوقع، وصلنا بالعجز إلى أقل من 10% ولله الحمد من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت السعودية خفضت الدعم الحكومي للماء والكهرباء والوقود ضمن الخطوات التي اتخذتها لإعادة هيكلة اقتصادها، خطوات ترافقت مع بعض النتائج التي طالت حياة مواطنيها. فكيف امتد هذا الأثر حتى نهاية العام؟ في بداية عام 2016 عندما خفض الدعم على الوقود وأيضا رفعت أسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات، شهدنا قفزة كبيرة في مستويات التضخم من مستوى 2.2 إلى 4.2%. ولكن في الشهور القليلة الماضية وجدنا أن مستوى التضخم بدأ ينخفض إلى أن وصل قرابة 3.2%. هذا الانخفاض معناه أن الشركات التي تعتمد على الوقود وكذلك الأسر وأيضا فيما يخص الكهرباء أصبح هناك ترشيدا في الإنفاق على هذه على الوقود والكهرباء.
وفي عام 2016 أيضا وبالتوازي مع رؤيتها لدعم الإيرادات غير النفطية، عملت الحكومة السعودية على الاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية، ووصلت هذه القروض إلى 200 مليار ريال في 2016، وهو أمر أثار أسئلة حول انعكاسات هذه الخطوة على الاقتصاد المحلي. فهل تشكل هذه الخطوة خطراً فعلياً في الوقت الحالي؟ عملياً تشكل قروض الحكومة السعودية 12% من الناتج المحلي، وهي نسبة متدنية جداً إذا ما تمت مقارنتها باليابان أو أمريكا وحتى بريطانيا وألمانيا. ويشكل الهامش المتاح الذي يسمح للسعودية بالاقتراض خط دعم لأي عجز متوقع. الخبر الأساسي هو تأسيس مكتب إدارة الدين العام يتبع وزارة المالية، ودوره الأساسي التنسيق مع كل الجهات الحكومية للحصول على الأوبتيمال أو الرقم المفروض أن الحكومة تقترضه بدون التأثير على التصريف الائتماني للمملكة أو بدون التأثير على أو الاقتراض بأسعار عالية مثلا. فحددوا عدة instruments أو عدة أدوات للتمويل، منها تمويل داخلي من بنوك محلية وقطاع خاص وغيره، وتمويل دولي ليس فقط بالدولار، بعملات أخرى، وهذه تعتمد على الفرصة وعلى توقيت الإصدار وعلى من يصدر غيرنا في الأسواق العالمية وهكذا. فطبعا هذا برنامج متكامل، ولكن ما يعني نخطط له أنه سيكون في إصدار آخر إن شاء الله في 2017. هذا الإصدار سيتراوح بين 10 مليارات و15 مليار دولار من السوق العالمية، فيما تعتزم المملكة طرح إصدار آخر بنحو 70 مليار ريال في السوق المحلية. فهل ما زالت السعودية متشائمة حيال مستقبل إيراداتها على المدى القريب؟ من الناحية المالية أعتقد أنه سياسة جيدة جدا أن تبني توقعاتك من ناحية الإيرادات على مستوى متحفظ جدا، وتوفر إيرادات من مصادر أخرى بما في ذلك الاقتراض، لأنك لا تستطيع أن تقترض بسرعة لو لا سمح الله حصلت أمور غير متوقعة مثل انكماش اقتصادي أو ما إلى ذلك. فالتوقعات التي وضعت في الميزانية ليست للنشر، ولكن أنا أقول وبكل وضوح أنها توقعات متحفظة جدا وأقل مما نتوقعه كمعنيين بقطاع البترول. إلا أن هذا التحفظ لا يلغي التفاؤل السعودي حيال أسعار النفط في المدى القريب، والأكيد أن التشاؤم لم يكن ضمن محاور إعداد الميزانية الجديدة. كان ذلك واضحا ضمن إشارات أرسلها وزير الطاقة السعودي بين السطور. خلال الفترة القادمة والتخطيط إلى 2020، في أرقام نتوقعها للسوق للحصول على مستوى التوازن الذي تحدثت عنه، الذي سيجذب الاستثمارات والتدفقات المالية لأسواق النفط، وهذه المستويات ستكون يعني برأيي أنا متفائل أنها ستكون مستويات أعلى مما نراه وأعلى بشكل عالي مما نراه في الوقت الحالي. وهذا التفاؤل يظهر واضحا في هيكلة الميزانية السعودية الجديدة التي رفعت الإنفاق ب 8% مقارنة مع 2016، وتوقعت إيرادات بنحو 692 مليار ريال، وينخفض معها عجز الميزانية المتوقع بنحو 33%. وإعلان ميزانية السعودية 2017 تزامن مع ربطها ببرنامج التوازن المالي، والذي يهدف لتحقيق الفوائد المالية ابتداء من 2020، ومع هذا الإعلان تغير شكل الميزانية ومضمونها. ويتضمن خطة زمنية قد يهم السعوديين والمقيمين في السعودية معرفتها، إذ ينص البرنامج على زيادة أسعار الكهرباء خلال العام المقبل وفرض ضريبة القيمة المضافة في 2018. بعدها ستربط السعودية أسعار المياه بالأسعار المرجعية، وبحلول 2020 سترتبط كامل المنتجات بالأسعار المرجعية. وتعتقد السعودية أن هذه الإصلاحات ستشكل قفزة نوعية في هيكلة اقتصادها وإزالة التشوهات التي طالما
أضعفت من كفاءة الإنفاق الحكومي عبر توجيه الدعم لغير مستحقي. أطلقت السعودية برنامجاً يضمن استفادة مواطنيها من الدعم الحكومي المقدم للسلع بعد تقسيمهم إلى 5 فئات تعتمد على الدخل الشهري، وستتراوح نسبة التعويض عن ارتفاع الأسعار بين 50% و100%. حساب المواطن سيكون هو الأداة الرئيسية، وسيتم إيداع مبالغ في هذه الحسابات لمساعدة المواطن قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ أو مواكبة لها في نفس الوقت، بحيث يستطيع المواطن أن يستلم هذا الدعم كنقد ويتصرف به كيفما شاء، يستطيع أن يخفض من استهلاكه من الطاقة ويوجه هذا المبلغ لاستهلاك آخر قد يكون فيه فائدة ومنفعة له شخصيا، وبالتالي يساعد الدولة على خفض الاستهلاك والهدر في الطاقة. وهنا قالت وزارة المالية إن الإصلاحات التي تجريها هي ضرورية جدا ولا يمكن تفاديها، وإن الاستمرار في طريقة الإنفاق الماضية ستقود إلى عجز مالي قد ينتهي بعدم وجود ريال واحد في أرصدة مؤسسة النقد العربي السعودي. الدولة تدرك أن هذه الإصلاحات سيكون لها تبعات وتأثير على المواطنين، وهي مستمرة وملتزمة في برامج الدعم، وبالتالي هذا البرنامج يأتي الحقيقة لإعادة تصميم برامج الدعم، وأيضا للتأكد من قياس مدى التأثير اللي سيطول المواطن في هذه العملية، والتركيز على الأسر ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط وحجم هذا التأثير وكيفية التعامل معه. ما هو الحساب المواطن الموحد؟ حساب المواطن الموحد هو منصة إلكترونية ستكون جامعة لجميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة. تثار التساؤلات عن الاستجابة التي سيبديها القطاع الخاص تجاه رفع أسعار الطاقة، وعن مدى قدرته على المنافسة التشغيلية مع تحمله تكاليف إضافية. أضف إلى ذلك أن أكثر من 10 ملايين مقيم يعملون في هذا القطاع لا يصلهم الدعم الحكومي الذي سيقدم عبر تطبيق حساب المواطن. ما في شك سيكون أثر بسيط على القطاع الخاص، ولكن سيرفع من كفاءة التشغيل في القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال سيكون فعلا الاحتياج الفعلي لهذه العمالة، ونستغني عن العمالة الزائدة، وبالتالي ستوجه هذه المقابل المالي سيوجه العمالة للاستفادة من كامل طاقتها. ورفع التكلفة بالنسبة هو أيضا لتحقيق المعادلة بين المواطن السعودي، الفرص بين المواطن السعودي والغير سعودي، ولتمكين السعودي من العمل أيضا في تلك الشركات. وفي رؤيتها تقول السعودية إنها تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وإعطائه دورا فعالا لمساهمة أكبر في الناتج المحلي وخلق فرص العمل في السوق، وتؤكد أنها لن تطرح أي رسوم إضافية على القطاع الخاص حتى 2020. وتقود الحكومة السعودية خطة طموحة لتخصيص عدد من الجهات الحكومية، وهو أمر سيرفع من تنافسيتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن كما تقول. إحنا عندنا 16 جهة حكومية ننوي تخصيصها، تحتوي على حوالي 109 من الفرص، وبرنامج الخصخصة هو في نطاق برنامج التحول الوطني. يعني خلال 2020 ما تكلمنا عنه كثير اليوم إلا بجزء بسيط، ولكن المركز أسس وفي 4 فرص الآن يعني خرجت من حيز الدراسة إلى حيز تطبيق. وحتى نهاية 2020 تخوض السعودية سباقا مع الزمن، تأمل إحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد ليصبح أكثر تنوعا، وهو هدف ليس بالمستحيل في ظل ما ركمته خلال السنوات الماضية
من احتياطات وخبرات تمكنها من بلوغ هذا الهدف. نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز بعون الله المضيدان مواطني بلدنا الأوفياء لتحقيق الرفاه والاقتصاد المنشود، ونؤكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا للتنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. نسأل الله أن تكون ميزانية بخير وبركة ونماء وبركة للوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.